موضوع المؤسسة، نعم بس خلينا في الأعمال هذه اللي هي الأولى، أبو باجي توكلة. الله باجي الله باجي الله ونخي صاخن، هذا اللي مقدمة اللي هذه كسرت الدنيا. مقدمة هذه لها أي عمل هذه؟ خزنة، خزنة. هذا في عندي محمد المنصور شاعر، أنا مو شاعر لكن لي محاولات، أي فقلت له يا محمد اكتب لي، تكفى اكتب لي المقدمة، وأنا وياه زميل في المبرقات أي الدمام هنا. فقال لي عندك فلوس؟ وصوص ما ادي شوي، راح اطلع عليه. قلت ما عندي فلوس، اكتب لي تكفى. فالمهم تطوعت وكتبت زي ما لو جيت اسمع محمد. قال لي ايش تبي تدور شاعر؟ والله حلو الكلام محمد، حلو. قال لي حلو. طيب شكرا. فكتبت اللي هو باجله 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 ونخي صاخن، خزنه خزنه خزنه، هذه كلها تصوري يعني. دوشه دوشه في بيتنا دوشه، هوشه هوشه وضعنا بالطوشه، طقني وطقك باطقك باطقك، هدني واهدك باهدك ما هدك، دوشه دوشه صقر 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 صقر، نعم اذيتوني انا صقر ودي اطير، انا ذكي وجدا خطير، حظي ردي حظي عوي حظي ردي حظي عوي، من غير جنحان شلون اطير، من غير جنحان شلون اطير. يجيك الكورس، ما طار طير وارتفع الا كما حلق وقع، ما طار طير وارتفع الا كما حلق وقع. يجي عتيج، يا اهل الفريج انا عتيج، يا اهل الفريج انا عتيج، طيب طيب وما عندي رفيج انا عتيج، يا اهل الفريج صفر عتيج زري عتيج. طق يا مطر طق يا مطر طق يا مطر، تكفون يا الربع خلوني اخترع سياره تن تن طياره تن تن طياره. يجي خميس جيره، يا الله الخيره يا الله يا الله، من ولد شيره املع وزنه ومخرع كل عيال الديره، يا الله الخير. يجي البيت عاد اللي هو على خزنه الجميل، خزنه من غير امل، خزنه من غير مفتاح، خزنه تعطي ما تاخذ، خزنة ما يوم ترتاح. الله. أنا أوجه الشكر للموزع اللي هو خالد الخميس والملحن محمد فرج، لأنهم قدموا العمل يعني أضافوا للعمل. لحد الآن تسمع المقدمات اللي اشتغلناها في مسلسلاتنا، كلمات جميلة، كلمات جميلة ووراها ناس يعني فراودة، يعني تنافس على مستوى الخليج انت مو بسهل، وعلى مستوى الوطن العربي، لان الفن هو فن لما يكون في قيمه وفي صدق وفي احساس يصل. طيب.